يقول: لقد تكرر السؤال بالنسبة للتكبير في الشوط السابع في الطواف، وقد حصل التباسا علي في الأمر، هل بعد الفراغ من الشوط السابع أكبر؟ وإذا كبرت يكون بداية للشوط الثامن، أم إذا فرغت من الشوط السابع أخرج وأنا ساكت؟ وكذلك في السعي. تكبر إذا حاذيت الحجر، تكبر، ويكون هذا ختام، يكون هذا ختام، تختم بمثل ما بدأت به، ولا يكون بداية لشوط ثامن، وإنما يكون ختام للشوط السابع.